أسعد أوقاتكم بكل خير مشاهدي قناة الغد العربي أينما كنتم. إصدار جديد من الصفحة الأولى نأتيكم فيه بأبرز ما نشرت الصحف العربية والعالمية، وإليكم أهم ما لدينا اليوم. انتفاضة القدس أمام تصعيد إسرائيل وخلافات البيت الفلسطيني. هل تهدد تركيا مصر بالحرب؟ الرئيس العراقي في الرياض لإذابة الجليد مع السعودية. الأسد يقبل مبادرة جديدة لوقف إطلاق النار في سوريا. هل بوتين أخطر على أوباما من داعش؟ تلك مشاهدينا كانت أبرز العناوين. فاصل قصير نأتيكم بعده ومعنا ضيفنا والتفاصيل. مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الجديدة من الصفحة الأولى، ونرحب بضيفنا الكاتب الصحفي محمد سعد عبد الحفيظ مدير تحرير جريدة الشروق. أهلا بك أستاذ محمد. نستعرض معا أبرز ما لدينا من أخبار اليوم. في الذكرى العاشرة لتأبين ياسر عرفات تبادل طرفان المصالحة الفلسطينية الاتهامات حول الأحداث الأخيرة في قطاع غزة. فنقرأ من صحيفة عكاظ السعودية اتهام الرئيس الفلسطيني محمود عباس حركة حماس بتدمير المصالحة الوطنية الفلسطينية. وقال عباس في رام الله خلال خطاب لإحياء الذكرى العاشرة لوفاة الزعيم الفلسطيني الراحل ياسر عرفات: يسألون عن الذي ارتكب جريمة تفجير منازل قادة فتح في غزة الذي ارتكبها هم قيادة حركة حماس وهي المسؤولة عن ذلك، ولا أريد تحقيقا منهم. ونقلت صحيفة السبيل الأردنية تعليق المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية حماس فوزي برهوم بأن خطاب عباس فيه تهرب واضح من مسؤولياته تجاه غزة وحصارها وإفشاله للمصالحة وتعطيله للإعمار بفتح جبهة مواجهة وافتعال أزمة مع حماس لا تخدم سوى الاحتلال الإسرائيلي، فهو خطاب غير مسؤول ويسمم الأجواء. وتصعيدا لحالة التوتر التي يعيشها القطاع، وبحسب جريدة القدس قام مجهولون بتمزيق صور ياسر عرفات في دير البلح والشجاعية والتفاح ومناطق عدة في قطاع غزة. يتزامن ذلك مع حملة استدعاءات كبيرة لكوادر وعناصر حركة فتح في قطاع غزة للحضور إلى مراكز الأمن الداخلي. أستاذ محمد، يعني هل يتناسب هذا الصراع والخلافات والتبادل الاتهامات في ذكرى مرور 10 سنوات على وفاة الزعيم ياسر عرفات في ظل ما تشهده القدس من انتهاكات إسرائيلية واضحة؟ التوتر لم يبدأ بتفجير عدد من منازل قادة فتح في القطاع، ولكن التوتر موجود طول الوقت. الطرفان رضخا لضغوط دولية وإقليمية وضغوط الحرب الإسرائيلية الأخيرة على غزة، وأقر بالاتفاق على وجود حكومة توافق وطني. ولكن بعد انتهاء الحرب مباشرة، أحب أن أذكرك وأذكر المشاهدين بتسريب للاجتماع الذي تم في العاصمة القطرية الدوحة بين الأمير تميم والرئيس أبو مازن. أبو مازن في هذا الاجتماع اتهم حماس مباشرة بمحاولة الانقلاب على سلطة رام الله. التصعيد استمر. المجهودات المصرية، المخابرات المصرية لم تفلح في تقريب وجهات النظر. هناك حالة من الشكوك الدائمة أن كلا الطرفين يريد إزاحة الطرف الآخر، وإسرائيل تزكي هذه الحالة من التوتر وتحاول تصعد الخلاف، لأن أي اتفاق فلسطيني أو الوصول إلى مصالحة حقيقية وحكومة موحدة للفلسطينيين سيصب في صالح القضية الفلسطينية. نعم. بينما أبرزت الصحف الإسرائيلية جوانب أخرى من خطاب عباس، فجريدة يدعوت أحرنوت الإسرائيلية نقلت عن عباس اتهامه إسرائيل بمحاولتها جر المنطقة إلى حرب دينية، حيث قال عباس إنه لن يتخلى عن جعل القدس عاصمة لفلسطين وإن إسرائيل تجر المنطقة لحرب دينية، وتعهد بأن الفلسطينيين لن يسمحوا أبدا بإقامة الصلاة اليهودية في جبل الهيكل. أما صحيفة تايمز أوف إسرائيل فتساءلت هل يقود عباس انتفاضة جديدة؟ وقالت إن عباس يحاول إشعال الأزمة في الضفة بشتى الطرق، بل دعا إلى جمعة غضب، وهو الأمر الذي يصفه المحللون بالتحول في سياسة عباس.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست انتقاد وزير الخارجية أفيجدور ليبرمان لعباس، حيث قال إنه أكثر خطورة من سلفه ياسر عرفات الذي تعتبره إسرائيل إرهابي. وأضاف الآن وبعد مرور 10 سنوات على رحيل عرفات نرى أنه لا فرق بينهما، فكلاهما يؤمن ويدعم الإرهاب، بل أن أبو مازن أكثر خطورة لأنه يرتدي قناعا يخفي وجهه. وفي مقال له بصحيفة فاينانشال تايمز يتساءل ديفيد جارنر، هل نفد صبر أوروبا نتيجة للتعنت الإسرائيلي إزاء الفلسطينيين؟ هل أدت خيبة الأمل الأوروبية إزاء التوسع في المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة إلى السعي للاعتراف بالدولة الفلسطينية؟ ويختتم بالقول إنه من المرجح أن يتزايد الاعتراف بفلسطين، وأن إسرائيل قد تواجه عزلة دولية متزايدة إذا لم تتوصل لاتفاق بشأن دولة فلسطينية. يعني ربما كان الزاوية التي تناولت بها الصحف الإسرائيلية ما جاء به عباس في خطابه الأخير مختلف تماما عن يعني ما أبرزناه مقدما. ولكن إذا توقفنا عند يعني ما كتب في الفاينانشال تايمز، هل هذا يعتبر ردا على كل ما تقوله للدعاءات الإسرائيلية؟ إسرائيل تحاول استغلال حالة الخلاف الفلسطيني وتحاول أن تنفذ مخططها في تهويد كامل القدس وطمس هويتها العربية الإسلامية المسيحية. إسرائيل استغلت انشغال المجتمع الدولي بقضايا الحرب على الإرهاب والحرب على داعش وحصارها والحرب الأهلية داخل سوريا وتحاول تنفيذ مخططها، وللأسف الشديد يخدم هذا المخطط كلا الطرفين الفلسطينيين، فتح من جهة والسلطة الفلسطينية من جهة وحماس من جهة، كلاهما لا يقدر المسؤولية التاريخية التي نمر بها الآن. القدس على مشارف التهويد، والسلطة الفلسطينية من جهة وحماس من جهة، كل منها منشغل من يفرض سلطته على الأرض. حماس تعنتت في إقامة مهرجان لإحياء ذكرى وفاة ياسر عرفات في القطاع، لأنها تخشى من انكشاف حالة الانكشاف التي ستتم بعد هذا المهرجان، لأن شعبيتها في تنازل مستمر من بعد السيطرة العسكرية في 2006. محمود عباس أبو مازن حاول أنه هو يهرب إلى الأمام ومن حصاره باتهامات أنه يتقارب مع الإسرائيليين والحكومة الإسرائيلية ويهادنها على حساب الحقوق الفلسطينية، وبدأ يطرح تصريحات ومواقف مغايرة. نعم، ولكن يعني ما كتبه ديفيد جارنر في الفاينانشال تايمز يعكس مدى الخسارة التي تعرض لها إسرائيل في يعني مؤخرا بعد حرب غزة تحديدا واتساع المستوطنات والانتهاكات التي تعرض لها المسجد الأقصى. يعني ينبغي أن يستغل هذا التراجع في الرأي العام العالمي ويعني وضوح الحقيقة بشكل جلي في الخارج لكسب المزيد من التعاطف أو التأييد للقضية الفلسطينية. دعني أختلف معك وأذكرك بما جرى بعد حرب 2008، وكانت حرب أشد تعرضت فيها غزة يعني تدمير شديد ومئات الشهداء وألاف الضحايا. ماذا استفادت القضية الفلسطينية من التعاطف الدولي؟ كان هناك حالة تعاطف دولي غير مسبوقة. المظاهرات خرجت في قلب لندن وفي قلب نيويورك وواشنطن وفي كل العواصم الغربية، ولكن إلى ما انتهى هذا الحال؟ الأمر مرتبط أولا بالمصالحة الفلسطينية الفلسطينية ووجود رأي عام موحد داخل الفلسطينيين، ثم الحال في المنطقة العربية. للأسف نحن في أضعف حالتنا منذ بعد 73 حتى الآن. المنطقة العربية تمر بحالة ضعف شديد. إسرائيل تلعب على هذا الوتر ولن نستفيد من التعاطف الدولي في شيء. نعم، سلطت صحيفة حريت ديلي نيوز التركية الضوء على القلق العميق الذي يساور أنقرة من الاتفاق الثلاثي المبرم بين مصر واليونان وقبرص في القاهرة في 8 نوفمبر الجاري، والذي يرمي إلى تعميق التعاون الثلاثي وتحقيق الاستفادة القصوى من الثروات الطبيعية التي تزخر بها منطقة البحر المتوسط.
أما صحيفة الوطن المصرية فقالت إن المواجهة الدولية مع تركيا التي تبلورت في القاهرة بعد توقيع مصر وقبرص واليونان إعلان القاهرة دخلت مرحلة التهديد بالحرب بإعلان أنقرة تفويض الحكومة التركية قواتها البحرية بتطبيق قواعد الاشتباكات لمواجهة التوتر المتزايد بين الدول الساحلية التي تشمل تركيا وقبرص اليونانية ومصر بسبب مشروعات التنقيب عن النفط والغاز الطبيعي شرق البحر المتوسط. بينما نقلت صحيفة الدستور تصريحات للواء سامح سيف اليزن مدير مركز الجمهورية للدراسات الاستراتيجية، وصف فيها تصريحات أردوغان بشأن البحرية التركية بأن ليس لها أي اعتبار، وأضاف أن هذه التصريحات يستخدمها أردوغان للاستهلاك الداخلي فقط، مشيرا إلى أنها مجرد ادعاءات ولن ترتقي للعمل الفعلي. أستاذ محمد، هل ترى أن هناك مبالغة في ما جاء في صحيفة الوطن وفي توصيفها للأمر بأنه تهديد بالحرب؟ الأمر لا يرقى إلى أنه تهديد بالحرب، هو تحرك على الأرض مقابل التحرك المصري. ولكن دعني أقول لك أن ردود الفعل التركية منذ ثورة 30/6 وما تلاها من أحداث في مصر وسقوط جماعة الإخوان المسلمين ردود فعل عصبية طول الوقت. أردوغان ونظامه لا يتعامل أنه نظام لدولة وطنية مستقلة. للأسف الشديد أردوغان ومجموعة وحزبه داخل تركيا الحزب الحاكم يتعاملون أنهم جزء من التنظيم الدولي للإخوان المسلمين. مصر قوة إقليمية، كان يجب على النظام التركي أن يتعامل معها ويتعاون معها ويفتح الحوار، خاصة أن هناك الكثير من المشتركات. صحيح، مشتركات في التاريخ وفي الثقافة وفي التجارة والاقتصاد أيضا، ولكن أظن أنه لن يعبأ بكل ذلك ومتوتر دائما، ردود فعل عصبية. وبالمثل النظام المصري بدأ يتعامل، دخل فيما يشبه حرب بردة أو حرب دبلوماسية. الدعوة لهذه القمة كان رد مباشر على كل التصريحات وكل ردود الفعل التركية خلال الفترة الماضية. زيارة رئيس العراقي فؤاد معصوم للسعودية ومبادرة وقف إطلاق النار في سوريا إضافة إلى لقاء أوباما وبوتين في بكين من أبرز اهتمامات الصحافة اليوم. دعونا نتعرف على ما كتب عن تلك الموضوعات بعد هذا الفصل. مرحبا بكم من جديد مشاهدينا، وأجدد الترحيب بضيفنا الأستاذ محمد سعد عبد الحفيظ مدير تحرير جريدة الشروق. أهلا بك أستاذ محمد. الرئيس العراقي يزور المملكة السعودية على أمل ذوبان الجليد، هكذا عنونت صحيفة توداي زمان التركية، حيث يقوم الرئيس العراقي فؤاد معصوم الكردي السني الذي يقود الحكومة الشيعية بزيارة الدولة السنية لفتح الباب أمام تقارب قد يصبح ممكنا، فتحسن العلاقات بينهم قد يساهم في التخلص من تنظيم داعش ومواجهة الإرهاب في المنطقة. أما جريدة الزمان الدولية فقالت إن السيستاني بارك سفرة معصوم إلى السعودية لأن الضرورة تقتضي أن تكون علاقات العراق جيدة وبالذات مع دول الجوار، وتوقع مراقبون أن تكون زيارات ممثلة للمسؤولين السعوديين إلى بغداد، فلا بد من تطبيع العلاقات وحسم الملفات العالقة بينهم. وفي جريدة العرب استبعدت مصادر مقربة من الرئيس العراقي فؤاد معصوم أن تكون بحوزته رسالة من المرجع الشيعي آية الله علي السيستاني إلى القيادة السعودية، حيث تزامنت زيارة الرئيس العراقي للرياض مع توجهه لمقابلة المرجع الشيعي في مدينة النجف، الأمر الذي فتح باب الاحتمالات حول الرابط بين الزيارتين. زيارة مهمة لا شك، يعني من شأنها أن تذيب الجليد كما وصفت الصحيفة. كيف تتوقع نتائج هذه الزيارة برأيك؟ أولا يجب أن نضع عنوان للزيارة مواجهة خطر داعش. المملكة العربية السعودية استشعرت مؤخرا أن هناك خطر داهم، وهذا الخطر وصل إلى حدودها مع العراق، فطوت صفحة الخلافات التي تصاعدت خلال السنوات الماضية، خصوصا إبان رئاسة وزراء نوري المالكي رئيس الوزراء العراقي. بالمناسبة هو في طهران، توجه إلى طهران الشيعي، ويعني دعني أعلم أنه يعني بعد لقاءات مع السيستاني رئيس الدولة توجه إلى السني، توجه إلى السعودية، ونائب رئيس الدولة الشيعي توجه إلى إيران، وفي ولهذا مغزى. المنطقة استشعرت خطر داعش، هناك ترتيبات إقليمية تستدعي على كل الفرقاء
أن يجلسوا إلى مائدة مفاوضات ويتحاوروا. السعودية ستكون لها عدة شروط قبل الدخول في محاورات، أولها توقف إيران في التدخل في الشأن العراقي. السعودية تعتبر نفسها الدولة راعية السنة في المنطقة، وهناك حالة غبن ضد الطائفة السنية التي في خلال فترة المالكي. أظن لو تحركت الأمور في هذا الملف سيكون هناك تعاون في محاولة لحصار خطر داعش والتنظيمات الإرهابية التي انتشرت في العراق وسوريا. نتمنى أن يكون لقاء مثمرا. مبعوث الأمم المتحدة في سوريا يقدم مقترحا لوقف إطلاق النار بحسب صحيفة واشنطن بوست، حيث قدم ديمتسورا اقتراحا لوقف إطلاق النار في مدينة حلب، ووصف هذه الخطوة بأنها لبنة في بناء إنهاء الصراع في سوريا سياسيا ووقف العنف في المنطقة. كما قال إن الحكومة السورية استجابت للمبادرة رغم أن المتمردين السوريين لديهم شكوك حول تنفيذها. أما صحيفة النهار فقالت إن واشنطن تشكك برغبة الأسد حول مشروع وقف النار قدمته الأمم المتحدة. ونقلت عن المتحدثة باسم وزارة الخارجية جينيفر ساكي قولها: لم نصل بعد حاليا إلى نقطة عودة الطرفين إلى طاولة المفاوضات من أجل التوصل إلى خطة سلام، وذلك بعد فشل محادثات جنيف بين المعارضة والحكومة السورية. وفي صحيفة الحياة قالت لينا الخطيب إن الجيش السوري الحر أكبر خاسر من اتفاقات وقف النار، ففي حال تم تنفيذ عمليات وقف إطلاق النار المحلية خلال استمرار التحالف بمهاجمة الدولة الإسلامية وجبهة النصرة من دون تمكين الجيش السوري الحر، سيكون هذا الأخير الخاسر الأكيد في السيناريو المقبل، خصوصا أن أيا من الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة لن يوافق على وقف إطلاق النار. يعني كيف تقيم ما جاءت به لينا الخطيب في مقالها بالحياة؟ ما جاء في جريدة الحياة، قرأت التقرير كاملا صباح اليوم. بالفعل الجيش السوري الحر سيكون الخاسر الأكبر لأنه الطرف الأضعف في المعادلة السورية الآن. نظام الأسد ما زال قوي وموجود على الأرض ويدخل في معارك كبيرة، وهو مدعوم من أطراف إقليمية ودولية. داعش وجبهة النصرة مدعومة من أجهزة مخابرات وامتدادات لتنظيمات جهادية إسلامية دولية أخرى، وبالتالي لا مكان للجيش السوري الحر في حال إسقاط الأسد. ولكن دعني أذكر يعني سريعا بخبر تم تداوله اليوم في عدد من الصحف المصرية عن مبادرة مصرية بتشكيل مجلس رئاسي يتكون من شخصيات توافقية ليس من بينها الأسد وأركان نظامه، في محاولة للوصول إلى حل. التسريب عن مصادر بوزارة الخارجية، مصر في وضع يسمح لها بأن تكون تلعب دور هام في سوريا في هذه اللحظة. علاقاتها تحسنت جدا بالولايات المتحدة وبأوروبا والاتحاد الأوروبي وأيضا بالاتحاد السوفيتي، وهم اللاعبون الرئيسيون في سوريا. المبادرة لم تتبرر بعد، هذا التسريب نشرته جريدة المصري اليوم النهاردة، وجاء فيه تشكيل مجلس رئاسي أظنه سيكون حل سحري لحصار التنظيمات الإرهابية التي تتمدد في شمال سوريا والعراق. نعم، يعني وهل ترى أنه مثل هذه المبادرة قد يقبل بها الأسد؟ هل يقبل الأسد أن يتنازل عن حتى هذه اللحظة ليس هناك جديد، ولكن أظن أن الصحافة المصرية كلها ستعمل على إبراز ما هو جديد في هذه المبادرة وموقف نظام الأسد منها. يعني على الغد سيكون هناك معلومات جديدة. نعم. أوباما يلتقي بوتين في لقاء فاتر خلال قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في بكين، حيث أفادت صحيفة واشنطن تايمز أن الرئيس أوباما ونظيره الروسي فلاديمير بوتين ناقشا عددا من الأزمات الدولية خلال عدة محادثات على مدار اليوم. ودارت المناقشات التي جمعت الطرفين حول ملف إيران النووي والأزمة السورية والصراع في أوكرانيا.
بينما ترى صحيفة نيوزويك أن الزعيمين يبدو أن لديهما الكثير للمناقشة، ولكن الفرصة ضئيلة لإيجاد أرضية مشتركة بينهما بسبب الملف الأوكراني، وبالإضافة إلى ذلك فدعم روسيا للرئيس السوري بشار الأسد يعمق من الخلافات بين الجانبين. من جانبها ترى الفاينانشال تايمز أن روسيا أخطر على أوباما من داعش، وتقول الصحيفة في سياق تقريرها إن ضم روسيا لشبه جزيرة القرم وتوغلات القوات الروسية في شرق أوكرانيا هي بداية إرساء التطرف في المنطقة، فمن المحتمل أن تشكل روسيا تهديدات أكبر وأعظم لأوكرانيا أو حتى لدول البلطيق. ومع استبعاد أوباما للتدخل العسكري في أوكرانيا فإن ذلك يجعل الأزمة تبدو أقل إلحاحا لدى واشنطن. يعني ربما كانت رؤية نيوزويك صحيحة بأنه ليس هناك أرضية مشتركة والخلافات عميقة باتجاه عدد من القضايا، ولكن هل أنت مع توصيف الفاينانشال تايمز بأن بوتين أخطر على أمريكا من داعش؟ نحن أمام حرب باردة جديدة غير معلنة. بوتين تمكن من أن يعيد روسيا مرة أخرى إلى خريطة القوى الدولية الكبرى، ويسعى إلى أن تعود قطب آخر يوازن القطب الأمريكي. الخلافات كل المناطق المشتعلة في العالم لو نظرت على الخريطة ستجد صراع أو حرب غير معلنة على الأرض بين الولايات المتحدة من جهة وبين الدب الروسي من الجهة الأخرى. بوتين يعلن بهذا أن روسيا عائدة كقطب جديد. لو نظرت إلى ما يحدث في سوريا لولا دعم النظام الروسي لنظام الأسد كان سقط نظام الأسد من فترة طويلة. الأزمة في أوكرانيا هناك تحدي واضح برغم الضغوط والعقوبات التي وقعها الغرب والولايات المتحدة، ولكن روسيا وبوتين لم يعبأوا بهذه الضغوط ولا هذه العقوبات ويتحدى طول الوقت، وبالتالي يحاول بوتين بسياسته الجديدة إلى إيجاد مساحة من التوافق مع عدد من دول الجوار خصوصا في الشرق العربي لحصار التمدد الأمريكي. وبالتالي يعني أنا أرى أو أعتقد أن نحن أمام حرب باردة غير معلنة بين القطبين القادمين. نعم، يعني ربما كانت الحرب الإعلامية قوية كبيرة جدا على روسيا في الغرب، وربما كانت الصحف والإعلام الغربي أكثر قدرة على التواصل مع يعني أطراف العالم المختلفة. يعني أنه روسيا الآن بإنشائها وافتتاحها مركز إعلامي كبير سيخاطب 34 دولة تقريبا ب 30 لغة. يعني كيف تقدر هذا الإنجاز؟ هذا جزء من محاولة التمدد مرة أخرى. عندما سقط الاتحاد السوفيتي روسيا فقدت كثير من نفوذها خارج حدودها. ما يحدث الآن ما تحدثت عنه بوجود مركز إعلامي يتحدث إلى 30 دولة هي محاولة جديدة لتمدد النفوذ الروسي في المنطقة العربية وفي إفريقيا. يعني استعادة العلاقات الجيدة مع مصر مرة أخرى، دعم مصر مرة أخرى كان نقطة فاصلة في العلاقات ورسالة واضحة إلى الغرب وإلى الولايات المتحدة. نفس الحال إلى عدد كبير من دول المنطقة والدول الإفريقية. النفوذ الروسي بدأ يعود إلى ما كان عليه قبل 91 وهو ما يقلق الغرب. لذا هناك محاولة لحصار هذا التمدد وهذا النفوذ. نعم، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا اليوم أستاذ محمد سيد عبد الحفيظ مدير تحرير جريدة الشروق، كما أشكركم مشاهدينا على حسن المتابعة. حتى يتجدد معكم اللقاء غدا بإذن الله، تقبلوا تحيات مدحت عيسى وفريق عمل الصفحة الأولى. شكرا لكم، إلى اللقاء.